بالتأكيد أن هذه الطائرات الإسرائيلية وهي التي أقحمت قلب إسرائيل التي تتوسط الدول العربية، حتما أنها طارت وحلقت فوق الدول العربية قبل الوصول إلى الحديدة العزيزة على قلوبنا. نحن هنا يعني نعزي أهل اليمن بشهدائهم ونحييهم على وقوف الوقفة التاريخية منذ 285 يوم من الحرب على غزة وفي معركة طوفان الأقصى، واليمن لم يتأخر لحظة واحدة عن مسرق فلسطين. اليمن العزيز الذي اعتبر غزة كالحديدة والقدس كصنعاء، الذي اعتبر رفح كسبأ ومأرب، الذي اعتبر خان يونس كعدن، لم يفرق بين مدينة ومدينة. اليمن الذي أعاد إلينا أن أصل العرب هو اليمن فعلا وحقيقة. هؤلاء المقاومة المشرفة والشعب العظيم الذي نشاهده في كل جمعة في ميدان السبعين وهو يخرج عن بكرة أبيه، لا يترك شبرا واحدا فارغا من مساحة الأرض إلا وحناجرهم تهتف لفلسطين وللقدس وللمسجد الأقصى. حق للشعب اليمني العظيم أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه. إسرائيل تتورط فعليا في حرب أعتقد أنها إقليمية، وهي تصر على امتداد هذه الحرب إلى خارج حدود فلسطين. هي عندما ضربت الحديدة ضربت أعيان مدنية، يحرم ويجرم في القانون الدولي استهداف هذه الموانئ ومحطات الكهرباء ومحطات المياه وكل ما له علاقة بالاستخدام المدني يعني لتثبيت حياة المواطنين الآمنين سواء في فلسطين أو في اليمن. إسرائيل تكرر نفسها في العدوان الهمجي والبربري في الاعتداء على الإنسان وعلى الأعيان المدنية وعلى المرافق الخدماتية التي يعني تقدم للمواطنين، التي تقدم الخدمة للمواطنين. ولذلك إسرائيل تتورط أكثر فأكثر كما تورطت في غزة وفي لبنان وفي اليمن الآن، ومع المقاومة العراقية. إسرائيل بالأمس أيضا تلقت صفعة قوية من محكمة العدل الدولية حينما خرجت برأي استشاري، أي بفتوى قانونية، أن هذا الاحتلال غير شرعي، هذا الاستيطان غير شرعي، ما تقوم به إسرائيل من ممارسات كلها مخالفة للقانون الدولي وهي غير شرعية. نعم.